إن هذا المذنب هو شخص زلت به قدمه في طريق المعاصي، وتعثرت به دابته في صحراء الوهم، وتعطل به مركبه في بحور الآثام. المذنب حزين القلب، يعاني لوعة الحرمان وفقد الأمان وضياع المستقبل وانفراط الأمل. إنه يحتاج إلى من يأخذ بيديه إلى مرفأ الأمل ونور الأمل، ليتذوق طعم السعادة الذي افتقده بسبب الذنوب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. فيا أيها المذنب، أفنيت عمرك في اللعب وغيرك فاز بالمقصود وأنت منه بعيد، غيرك على الجادة وأنت من الشهوات في أوجال وتنكيد. ترى متى يقال فلان استقال ورجع؟ يا له من وقت سعيد. لو عاينت قلق التائبين وتململ الخائفين من هول الوعيد، جعلوا قرة أعينهم في الصلاة والزكاة والتزهيد. وأهل الحرمان ضيعوا الشباب في الغفلة والشيب في الحرص والأمل المديد. فيا أيها المذنب، لا بالشباب انتفعت ولا عند المشيب ارتجعت، يا ضيعة الشباب والمشيب. خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. أيها المذنب، إياك واحتقار الذنب، فإنه من الأسباب المرضية والسبل المهلكة. ولا يزال المرء يرتكب الذنب بعد الذنب حتى يغضب ربه فيسود قلبه ولا يوفق لتوبة. أيها الأخ الحبيب، ألا ترى أفواج التائبين مقبلة؟ أما تساءلت لماذا تابوا؟ أما تساءلت لماذا رجعوا؟ لقد سئموا من حياة البؤس والشقاء والهم والعناء، فها هم تراهم يهربون إلى دير الخلوة، هروب الخائف إلى دار الأمان. لهم في سحر الليل تأنس بمدامع الأجفان، عيونهم تجري كالطوفان، ولأقدامهم في الدجاج ولا. لماذا لا تكون في ركبهم؟ ما الذي يصدك؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لا تجعل الذنب حائلا بينك وبين التوبة، بل اجعله دافعا لك للسير قدما نحو التوبة لتنال رضا خالقك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه، وندمه عليه مفتاح توبته. ولا يزال العبد يهتم بالذنب حتى يكون أنفع له من بعض حسناته. واعلم أنك تتعامل مع رب الرحيم، يغفر الذنب ويستر العيب، يفرح بتوبتك إذا تبت، ويقبل عليك إذا أقبلت. واجعل معرفتك برحمته مدخلا لك إلى التوبة. فيا أخي أقبل، لا تجعل الذنوب حائلا بينك وبين الإقبال على ربك وخالقك. قد تتوب وتقلع عن الذنب ثم تضعف وترجع، فلا تستسلم أيها التائب. ولا يصدنك عظم الذنب عن الإقبال على خالقك، فإن الله لا يتعاظمه ذنب، ولهو أرحم بك من أمك التي ولدتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات. وإذا تذكرت عظم ذنبك فاعلم أن رحمة الله أعظم، فأقبل عليه بصدق وأخلص له بالتوبة،
يفتح لك آفاق الخير. فما لجأ عبد لله فخيب الله ظنه، وما استغاث عبد بخالقه فتخلى الله عنه. كيف وهو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فكم من مذنب اقترف الفواحش والآثام والجرائم العظام ثم تاب إلى ربه وخالقه، فبدل الله خوفه أمنا، وذله عزا، ووحدته أنسا، وبغض الخلق له محبة وثناء. فيا لله لجمال التوبة، ويا سعادة من وفق إلى سلوك طريقها، فلحق بركب السعداء وخلص من رق الهم والشقاء. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط منه حسرة وخوفا، تقطع قلبه في الآخرة إذا حقت الحقائق، وإذا عاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. أيها القائم على الذنب، سارع إلى التوبة، ولا يصدنك عن التوبة قرناء السوء ودعاة الضلالة. فإن بعض الناس يكون له ذنوب سابقة، فإذا تاب منها اتصل به قرناء السوء مهددين، أو أن تشهر هذه الذنوب على مرأى من الناس. فيا إخوان الغفلة تيقظوا، يا مقيمين على الذنوب انتهوا واتعظوا. فبالله أخبرون، من أسوأ حالا ممن استعبده هواه؟ أم من أخسر صفقة ممن باع آخرته بدنياه؟ فما للغفلة شملت قلوبكم، وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم. أما ترون صوارم الموت بينكم لامعة، وقوارعه بكم واقعة، وطلائعه فيكم طالعة، وفجائعه لعذركم قاطعة، وسهامه فيكم نافذة، وأحكامه بنواصيكم آخذة؟ فحتام وإلام وعلام التخلف والمقام، أتطمعون في بقاء الأبد؟ كلا والواحد الصمد، إن الموت لبالرصد، لا يبقي على والد ولا ولد. فجدوا رحمكم الله في خدمة مولاكم، وأقلعوا عن الذنوب لعله يتولاكم. نسأل الله أن يرزقنا التوبة الصادقة الناصحة، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا.